أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح للمؤمن أن يسأل الله تعالى منازل الأنبياء كما ورد في الحديث أن المرأة مع من أحب؟ لا، ما يسأل الله منازل الأنبياء، لكن يسأل الله أن يجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولا يسأل الله أنه يعطيه مثل ما أعطى النبي. نعم، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم.